أعلنت شركة فيفو عن موبايلها الجديد في سلسلة الفي، وهو فيفو في 19. واللي ما يعرفش مننا ايه هي شركة فيفو عشان هي جديدة في مصر، هي شركة تابعة لشركات بي بي كي، واللي هي الشركة الأم لأوبو وون بلس وريلمي. فخلينا نتعرف على مواصفات الموبايل ده النهاردة، وكل التفاصيل دي هتعرفها لما تكمل معايا الفيديو للآخر، وياريت تشترك في القناة وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. اهلا بيكم. هذا التصميم هنا من البلاستيك بوزن 186.5 جرام، وابعاد طول 159 في عرض 75 وسمك 8.5 مليمتر. من ظهر الموبايل هتلاقي الكاميرات الاربعه جوه مستطيل عريض على الجنب مع فلاش ليد، ومن الامام الشاشه واللي بتيجي بثقبين للكاميرا الاماميه المزدوجه فوق على الجنب. الموبايل متوفر باللون الاسود والازرق، وكونه من البلاستيك اللامع ده يعرضه انه يتوسخ ويبصم بسهوله. شاشه سوبر اميلود بمساحه 6.44 بوصه بجوده فول اتش دي بلس، بدقه 1080 في 2400 بكسل، مع كثافة بكسلات 409 لكل انش. بتدعم ابعاد عرض جديدة 9 الى 20، وبتحتل من الواجهة الامامية بنسبة 83.7%. كذلك بتدعم حماية جوريلا الجيل السادس وخاصية Always On Display عشان الموبايل ما بيجيش فيه لمبة اشارات. كذلك بتدعم HDR10 ووضع حماية العين والدارك مود. اكتر حاجة تميز الشاشة ان هي سوبر اميلود، غير كده فهي مش بمعدل تحديث عالي زي بقية الموبايلات اللي شفناها خصوصا من ريلمي اخر فترة، ولكن كل الكلام ده ما يعيبهاش لان الشاشة نوعها سوبر اميلود وبتيجي بدقة كويسة، وكمان ألوان ممتازة وسطوع تحت الشمس مرضي جدا. المعالج هنا من كوالكوم، هو سناب دراجون 712 بتكنولوجيا 10 نانو، وهو نفس المعالج اللي شفناه في موبايل الريلمي اكس تي والريلمي 5 برو، فما يعتبرش فيه تطوير كبير هنا ولا حتى في اداء منافس. كمان بيجي مع معالج رسومي وهو ادرينو 616، والميزة هنا ان هو بيدعم التبريد السائل ووضع تعزيز الاداء اثناء الالعاب عشان يديلك اداء افضل. كمان في خاصية انك تقدر تغير صوتك اثناء اللعب، يعني تقدر تتكلم في اللعبة بصوت مختلف عن صوتك الطبيعي وتغير صوتك زي ما انت تحب. الاداء هنا مش اقوى حاجة في الفئة دي، واكيد في افضل منه ويمكن كمان بسعر اقل، ولكن هنا بتضمن السيطرة على السخونية اثناء اللعب او استخدام الموبايل بشكل عام، ودي في ناس كتير هتفضلها. مش معنى كده ان المعالج وحش، ولكن هو بيقدم اداء كويس ولكن مش افضل حاجة في الفئة السعرية بتاعته. كاميرا أمامية مزدوجة الأولى وهي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.1، والتانية هي 8 ميجا بكسل بتصوير واسع وهي بفتحة عدسة 2.3. الكاميرات هنا بتدعم سوبر نايت سيلفي عشان تساعدك تاخد صورة أفضل في الليل أو حتى في الإضاءة المنخفضة. وبالفعل الكاميرا الأمامية هنا تعتبر بتقدم أداء ممتاز جدا، وتعتبر هي أفضل حاجة في الفئة دي. أما الكاميرا الخلفية واللي بتيجي رباعية الأولى والأساسية فيها بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والتانية 8 ميجا بكسل بتصوير واسع وفتحة عدسة 2.2، التالتة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 وهي ماكرو، والرابعة كذلك وهي للعزل. كل الكلام ده مع فلاش ليد مزدوج. الموبايل بيدعم ميكروفون إضافي لعزل الدوشة في كافة استخداماته، وبيدعم تصوير فيديوهات بجودة Full HD و4K، وكمان بيدعم مثبت في تصوير الفيديوهات Ultra، ولكن ده في حالة تصوير فيديوهات بجودة HD 720 بكسل فقط. الموبايل بيدعم بلوتوث الإصدار الخامس وأنظمة الملاحة والجي بي إس ومستشعرات تسارع وقرب وبوصلة وجيروسكوب، وكمان منفذ سماعات 3.5. أما وسائل الأمان هنا فهي بصمة الصباع المدمجة في الشاشة واللي بتشتغل بشكل سريع جدا، وكمان بيدعم الفتح عن طريق بصمة الوش، وده من خلال الكاميرا الأمامية. وبيوصلك بنظام اندرويد 10 وواجهة فيفو فان تاتش 10، وبيشغل لك خطين وكارت ذاكرة في نفس الوقت. بيتوفر بذاكرة صلبة من نوع UFS 2.1 بمساحة 128 جيجا و 8 جيجا رام، واللي نوعها LPDDR4X، وكمان تقدر تزود المساحة الداخلية بكارت ذاكرة يوصل لحد 512 جيجا بايت. بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط عن طريق تقنية شحن فيفو فلاش شارج 2، وبتشحن البطارية بنسبة 70% في حوالي 40 دقيقة، وده عن طريق منفذ شحن Type-C واللي هنا بيدعم خاصية الـ OTG.
مبدئيا تصميم شيك وعصري من فيفو، وكذلك كاميرا السيلفي محترمة ومعالج متواضع مش منافس قوي، ولكن اللي يشفع له هنا شوية ان هو بخاصية التبريد السائل، وكمان تقدر تغير صوتك اثناء اللعب. الشاشة هنا سوبر اميلود باستغلال ممتاز للحواف وسطوع كويس تحت اشعة الشمس، البطارية تعيش معاك اليوم، والشحن سريع بقوة 33 واط. تركيبة كل الحاجات دي تعتبر مش متوازنة قوي ولكن شبه متوازنة، فانت هنا لو مش من اول اهتماماتك هو الاداء الجبار وتصميم الازاز وكل الكلام ده، فانت مضطر تعتبر او تتقبل اسعار فيفو اللي عالية شوية، واللي بيجي سعر موبايل في مصر هنا 6300 جنيه تقريبا، وكمان الاسعار في الخارج وكل الكلام ده هتلاقيها موجودة تحت في صندوق الوصف. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، واللي اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة لو دي اول مرة ليك، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تسيب رأيك في تعليق وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. شكرا ليكم، كانت معاكم إيمان محمد، والسلام عليكم.